عارف والله مش عايز اعمل هي من هنا يا ابني. نعمل نيو مثلا ولا ايه؟ انت عامل الكلر ابيض. انا عامل الكلر ابيض؟ اه كلر ولا اسود؟ ايوه كده. شوفوا ده شوفوا النصح برضه يا اخي جيد جدا برضه. لا لا تنزيل جامد. ايه يا علي؟ انت كنترول زد وخلاص. كنترول ان وخلاص وارتاح نفسي نظام سي خلاص. جبنا يا باشا احنا عندنا هذا البرة بتاعتنا هذه سكينة صح؟ هذه سكينة معلش على الرسمة هذه البريكر وكذا سكينة بالخط ماشي. وهذه نفس الحكاية لما التانية صح؟ احنا بس يعني هنقوله بس عند الخط بتاعه اعتبر ده بريكر يعني بريكر اللي لما هنا موجود. طيب انا ولا عندي البريكر بتاعي ده مفتوح ماشي وليكن بريكر بتاعي مفتوح والسكينه بتاع ودي السكينه بتاعتي يعني ايه ودي السكينه كده مقفوله مثلا او مش مقفوله حتى مفتوح خلاص واعتبر سكينة الخط ديت مقفولة خلاص واللاين ده محطوط عليه جهد حد هنا ماشي وانا عندي السي تي بتاعي هنا صح بتاع الباسبور صح علي؟ ايوه معاك. طيب يمر في حالة السي تي دي يمر فيه طيار امتى؟ حالة واحدة انهي سي تي يا ابني؟ اللي عندي؟ بتاعنا ده اه اللي عندي ده يمر فيه طيار امتى؟ حالة واحدة لو هبعت البريكر فيه لو هنا اونلاين في فولت صح؟ لا ما مرش ازاي؟ يعني يعمل فولت هنا؟ اهو غازي منين بقى حدوته؟ من كهد بس خلاص انت جاي من جهه بورد اهو ايه الباور سبلاي اللي هنا هيديني كارنت؟ مفيش باور سبلاي بس انت الجهد اللي عندك هنا في شورت هنا بقت الجهد عندك صفر وكل التغذيه عندك. طب في حاله ده. الفولت ده ما ده فولت اهو ما انا عارف ان في فولت انا عارف يا معلم ان في فولت بس في حاله الترانزيت ده مش على الاقل هيمر فيه فولت هنا منين هو ما عندكش سبلاي في تيار مش هيمر تيار مش هيمر تيار هنا هيمر طيار منين مش انت عندك السكينه دي مفتوحه يا عبده مفتوحه ودي مفتوحه دي مفتوحه اصلا حتى لو مقفوله البريكر اصلا اوبن اه هو البريكر كمان اوبن اه طيب لو سكينه لو سكينه الارض سكينه ايه لما تفترض ان الفولت ده هنا يا عبد ما تفترض ان الفولت ده هنا احسن مش مفيش فولت غير بعد محاوله الطيار اللي حصل فولت اه افترض في عند ايوه افترض هنا افترض هنا الفولت يا عبد افترض الفولت اه ايوه هنا مفيش هيمر برضه لا بعد البريكر بعد البريكر بعد الطيار قصدي اه بعد محاوله ايوه بعد محاوله الطيار ده ايوه ده الحاجه الوحيده اللي بتشتغل خلاص اند فولت كده يشتغل اشتغل في سي تي هنا ماشي عموما اي فولت ادى الى مرور طيار في السي تي ده خلاص مش اي حته المهم اي فولت ادى الى مرور طيار في السي تي ما اعرفش بقى ظروف ام الفولت ده ايه بس هو مرر لي طيار اوكي ايه اللي هيحصل بيحصل حاجه واحده كانه بالظبط هو زي الديست ماشي وانت انت عايز السكينتين عايز السكينتين وراك فولت بعد محاولة الطيار وراك فولت بعد محاولة الطيار طب هو ماله باور سبار ماله الموضوع بالظبط حلو تريب ترانسفير طب هو عنده ديستنس هو لا يعني لو حصل يعمل تريب ترانسفير هيعمل تريب ترانسفير كل اللي بيعمله بيبعت لنا يا عبده نعم هيحس بقى ازاي ان الطيار ده يعني معنى ان ما فيش السكتين مفتوحين بروح جاي عامل انيشيشن للفانكشن دي لو البريكر مفتوح يعمل انيشيشن للفانكشن دي اه يفعل الفانكشن ده اونلي تشتغل مع لو يعني اند جيت مع البريكر اوبن مع البريكر اوبن صح فين بقى الكلام ده عمل ايه اهو سيتنج هنا مثلا ده حته ايوه دي اه هو ده زي ما انت قلت بعد السي تي خلاص كده هو ايه باور بيك اب تايم خلاص بيك اب تايم 100 ملي سكند وبيك اب فاليو 1/10 خلاص ايوه وتروح تعمل ايه يا معلم تروح تعمل لك دور ترانسفير